السلام عليكم، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان وفي أي مكان راكم تابعوا فينا من خلال القناة الإخبارية للتلفزيون الجزائري. هذا عدد جديد من برنامج ستارت أب، لكل مرة يسلط الضوء ويرافق الشركات الناشئة التي يعول عليها كثيرا في تقديم قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني من خلال المشاريع والحلول التي تقدمها بالنسبة للمجتمع كذلك. هذا الشيء رح نكتشفوه من خلال ضيوفنا اليوم، لكذلك هم حاملين لمشاريع وأفكار وشركات ناشئة تحوس تقدم الكثير في هذا الاقتصاد اللي نتمنوه دائما، اقتصاد متطور. لكن قبل هذا وقبل ما تعرفوا على ضيوفنا، نخلوكم مع هذا الفصل القصير ونعود ونوليو، بقوا معنا. برنامج ستارت اب يبرز أهم الشركات الناشئة في الجزائر وتطورها، يبرز أهم المشاريع والأفكار المبتكرة لدى الشركات الناشئة، مرافقة الشركات الناشئة في مسارها العملي. كما كل مرة معنا ضيوف، هذا ضيوف رايحين يثري والنقاش من خلال الأفكار والمشاريع اللي جابوها لنا ورح نتعرفوا عليها، وكلها عبارة عن مشاريع واعدة وفعالة ومبتكرة. هذه هي البغية من كل شركات الناشئة، هذا هو أساس الشركة الناشئة. خلوني في البداية نرحب بأول ضيفة معنا في البرنامج، حنان صولا، وهي صاحبة مشروع رياضي واعد وفعال. مرحبا بك حنان. السلام عليكم، يعطيكم الصحة على الدواء. مرحبا بك حنان. للإشارة فقط أنه حنان زادت خارج الجزائر وعاشت خارج الجزائر وعاودت، فضلت انها تعاود تولي. لهذا السبب رايحين، راح تكون اللغه تاعها اللغه العربيه ولا الدرجه تاعها راح تكون شويه مكسره شويه، لكن تحملوها وحنا عارفوا المشروع تاعها لانها فضلت تعاود تولي لبلادها وتخدم في بلادها وتقدم هذا المشروع. خلوني كذلك نرحب بضيفي الثاني وهو خير الدين بولفعه، وهو مدير المشاريع ببلو جرين بزنس وهي حاضنه اعمال. مرحبا بك خير الدين. بك وهلا، شكرا على الاستضافة. مرحبا بك، برك ما تنساش الميكرو، دائما قرب الميكرو، الميكرو لازم يتبعك. إذا كما راكم تشوفوا هذو هما ضيوفنا، راح نتعرفوا عليهم كذلك. نزيدوا نرحبوا كذلك بضيفنا اللي جانا مصطيف سفيان بوشعالة، وهو صاحب مشروع كلوك، راح نتعرفوا على كلوك. مرحبا بك سفيان. السلام عليكم، شكرا على الاستضافة. مرحبا بك، شكرا على قبول الدعوة. كذلك في نفس المجال اللي هو الشركات الناشئة، راح بأسامة مساوي. أسامة مساوي اللي هو المدير التجاري بفلومبو سوفت، وهي شركة ناشئة اللي خرج عنها مشروع كلوك اللي راح نتعرفوا عليه اليوم. لكن قبل ما نطرقوا للنقاش، السؤال الأول اللي يتبادر إلى الذهن تاعنا هو شركة ناشئة، كاين بزاف شباب فاهمين ما هي، لكن قبل هذا كل واحد يحمل مشروع يروح إلى حاضنة. نتعرفوا اولا مع خير الدين بولفعه، حاضنه اعمال بلو جرين بزنس، وش راهي دير المساهمه نتاعها بالنسبه للشركات الناشئه؟ شكون هي بلو جرين بزنس؟ اولا نعاود نشكرك على الاستضافه وعلى استقبالك معنا، يعني شرفنا ان نكون معك. دونك بلو جرين بزنس هي حاضنه اعمال حاصله على علامه من طرف وزاره المؤسسات الناشئه، المقر تاعها بولايه باطا ولكن نشطوا على مستوى الوطن. الهدف تاعنا هو مرافقه ودعم اصحاب المؤسسات الناشئه والافكار المبتكره، واي واحد عنده فكره ابتكاريه راهو حاب يجسدها في ارض الواقع، خاصه اذا كانت عندها كما نقولوا تاثير على الواقع. لانه نرى في الجزائر عندنا مشاكل بزاف، وهذه المشاكل هما دي زوبورتونيتي، هما فرص لكل الشباب انهم يديروا مؤسسات ناشئه. اذا حنايا كحاضنه، يعني قبل ان نكون حاضنه كنا كمكتب استشارات اقتصاديه منذ 2016، كنا نرافق وندعم اصحاب المؤسسات، وصولا الى 2019 اصبحنا حاضنه، و2021 بعد تاسيس الوزاره وكله تحصلنا على علامة. عندنا عدة مؤسسات ناشئة رانا نحتضنوا فيها، كاين في ولايتنا ولاية باطا، كاين في مختلف ولايات الوطن. إذا كي نقولوا حاضنة نقولوا من يسير الحاضنة، اللي هما حنايا مجموعة من خمس كما نقولوا أصحاب مشاريع، خمس مقاولين
اللي طحنا ونضنا، طحنا مع أسسنا مؤسسات، خسرنا في مؤسسات، نجحنا في مؤسسات أخرى، دونك قررنا أننا نستثمر في الحاضنة من أجل كما نقولوا نشر هذه الثقافة، ولا نمنحوا التجربة تاعنا للمحتضنين تاعنا باش نقدروا نختصروا عليهم الجهد والمال والوقت. الوقت، الله يبارك. هذه الفكرة العامة من أي حاضنة تقوم بالعمل تاعها كما يجب، وهي المرافقة. أنتم شباب وقررتوا أنكم من طيحة ونوضة تاعكم في المجال المقاولاتية وقررتوا أنكم تكونوا حاضنة. فكرة الشباب اللي رام يجيوا لعندكم الآن واللي تحتضنوهم أنتم من خلال مشاريعهم لأفكارهم، هل فاهمين ما هي الشركة الناشئة الستارت اب؟ فاهمين الفكرة ولا فقط عندهم مشروع ومش عارفين وش يديروا والباقي هو المهمة تاعكم؟ أكيد يعني ككل شاب، خاصة يعني الجامعيين كي يتخرجوا من الجامعة ولا يكونوا كطلبة، قاع عندهم السؤال أني حاب ندير مشروع ولكن ما يعرفش الطريقة، يعني كيف يمكن له أنه يدير مشروع. وهذا دور الحاضنات، ولا يعني اللي أنها تصحح المفاهيم، وأيضا تقدر أنه تأطر وتوجه هذا الطالب ولا هذا اللي عنده هذه الفكرة باش يقدر يجسدها في الواقع. بطبيعة الحال احنا يعني من أجل التكفل الأحسن بالأصحاب الأفكار درنا برنامج متكامل اللي هو مشكل من 3 خطوات، ما قبل الحضانة والتسريع. أكيد كي يجيونا طلبة اللي عندهم مجرد فكرة وفقط، راح ندخلهم في برنامج ما قبل الحضانة اللي فيه مجموعة من الدورات التكوينية، فيه تصحيح المفاهيم، فيه يعني دراسة قابلية تجسيد الفكرة هذه أصلا، لأنه كاين أفكار كثيرة وهذه الأفكار يعني ليس كلها قابلة للتسييد. كما تحدثنا من قبل أنه من بين أسباب نجاح أي مؤسسة ناشئة هو التيم أند تايم، يعني الوقت والفريق. أحيانا بعض الأفكار وقتها غير مناسب لكي تجسد في الجزائر، لذلك نحن نضعهم في السكة أو نحطهم رجليهم في الماء يبردوا شوية، يعني باش يقدروا يعرفوا العالم تاع المقابلاتية ويدخلوا له بالطريقة الصحيحة ويتفادى والطيحات والنوضات اللي صارت لنا هما يتجوزوا. أكيد، الله يبارك. هذه الفكرة منيحة أنه الحاضنة تقوم بالعمل تاعها مرافقة حاملي المشاريع والأفكار أولا، والفكرة كيف تطويرها، كيف عملية تجسيدها على أرض الواقع. هذا الشيء اللي تقوم به بلو جرين بيزنس اللي حنزيدوا نتعرفوا عليها أكثر فيما بعد من خلال المشاريع تاعكم. نروح الآن إلى مشروع واحد آخر، إلى شركة ناشئة واحدة أخرى هي فلامبو سوفت ومشروع كلوك. نتعرفوا عليكم انتم، شكون فلامبو انتم؟ الشركه الناشئه هذه واش راهي دير؟ الفكره نتاعها منين جات باش تمخض عنها مشروع كلوك اللي هو مشروع تربوي ترفيهي في نفس الوقت؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا شركه فلامبو سوفت هي شركه تطوير حلول رقميه منذ انشئت منذ 2016، ومنذ ذلك الوقت حنايا نعمل على تطوير منصات وتطبيقات للزبائن تاعنا. في نفس الوقت عندنا مشاريعنا الخاصة، من بين المشاريع تاعنا عندنا مشروع كلوك، وهو أول تطبيق جزائري مجاني لتلاميذ المتوسط والثانوي الذي يجمع بين التعليم والتسلية والتواصل. علاش رحتوا لهذا المجال؟ وشنو الحاجة اللي خلاتكم؟ منين جات الفكرة؟ هل شفتوا أنه في المجتمع الجزائري ولا في السوق الجزائرية محتاجين هذا التطبيق، ولا فكرة جات وحبيتوا تجسدوها فقط؟ هو احنا الإشكال اللي اهتمينا به هو تلاميذ المتوسط والثانوي هما مراهقين أولا، والجيل اللي سميوه جيل زد هو جيل شاشات، يعني التلاميذ هما استعمال تاع الهاتف الذكي بقوة بمعدل ممكن 2 إلى 5 ساعات في اليوم، ومن بعد الأمور هما اللي يديروهم في الهاتف الذكي هو ألعاب إلكترونية وتواصل اجتماعي عبر المواقع المختلفة. إذن احنا الفكرة من هنا أضفنا لها أساليب اللوعبة باش درنا يعني كلوك، تطبيق يحولنا المنهج الوزاري الدراسي، المنهج الدراسي الوزاري حولناه إلى مسار لعبة باش يكون فيه عنصر التشويق، وفي نفس الوقت التعليم عن طريق التفاعل. يعني التلميذ لما يأخذ النص هو في الحقيقة، خاصة الجيل هذا، هو ينظر فقط إلى النص ولا يركز ولا يتمعن فيه. يعني بطريقة التعليم بالتفاعل راح يتفاعل مع المعلومات ويجيب على أسئلة، يعني راح يكون
أفضل يعني باش يرسخ المعلومات هذه. في نفس الوقت الجانب التنافسي عندهم تحديات في التطبيق ما بيناتهم سيدي جويل، يعني تلميذ ضد تلميذ، ثنائيات نعم، يكون فيه عنصر ثاني المنافسة. والجانب التواصل الاجتماعي أيضا اللي هو مؤطر من طرف فريقنا وبالتعاون مع جمعية مستشاري التربية اللي طرحنا لهم الفكرة ورحبوا بها، ويعني يقترحونا حتى أنه نعمل لهم حسابات في التطبيق حتى يقوموا بعملية توجيه التلاميذ عن طريق الجزء المخصص إلى التواصل الاجتماعي. يعني باختصار كلوك هو تطبيق يمنح للتلاميذ جو في مجتمع للدراسة وللتعاون مليح. نعم. الجو جو المنافسة والتعلم والترفيه. نعم. وما شابه كله في كلوك. قبل ما نروح للمشروع اللي ما راهو موجود، التطبيق موجود على أرض. نعم. الواقع، وممكن تحميله عن طريق الانترنت. نعم. من خلال التواصل، من خلال الوسائل المعروفة. قبل هذا، قبل كلوك، وين كنتوا انتم؟ شكون هاد الشباب اللي جاوا وقروا باش من خلال الستارت اب شركة الناشئة نتاعهم يكون هاد المشروع؟ كيفاش حتى لحقتوا لماهية الشركة الناشئة؟ هي في الحقيقة المسار كان منذ البداية احنايا مجموعة مطورين، واحنايا عملنا على مشاريع يعني اللي فيها تكنولوجيات جد متطورة، بما فيها دون ذكر الاسم أول محرك بحث في الجزائر. يعني عملنا في مشاريع جد متطورة، وهذا منحلنا يعني الكفاءات اللازمة باش نقدروا نطوروا منصات وتطبيقات. واحنايا الفكرة تاع التعليم لأنه عنصر حساس جدا. نعم، الله يبارك. راح نقول لكم فيما بعد سفيان، نتعرفوا اكثر على كلوك وما هي كلوك ومجانية كلوك، يعني الشيء اللي مليح بالنسبة للناس اللي يحتاجوا هذا المجال. الآن روحوا لحنان. حنان صولة، مرحبا بك. مشروعك شوية خاص، يعني بالنسبة في عالم الرياضة مشروع واعد جدا وموجود على أرض الواقع. كيف جاتك الفكرة باش تجيبي لنا المشروع هذا، خاصة بالنسبة للناس المهتمين بعالم الرياضة؟ جاتني كي كنت نخدم في دبي وابو دابي. كنت ما عنديش بزاف الوقت، نخدم بزاف، ورحت في انترنت باش نلقى ان سوليسيون باش نروح ان سال دو في سال تاع الرياضة اللي ما تاخذليش الوقت. لقيت هاد اكويت. رحت سييته وشفت باللي بعد شهر عندي نتاج تاع نقولوا عام تاع اللي كنت ندرب في لاسال دو تاع الرياضه. جاتني فكره، قلت نخلي كلش في دبي وابو دبي وندخل لبلادي باش نخلي الجزائريين يتعرفوا يستفادوا من هذا. هذه لا موتيفاسيون ديالي الاولى. هي باش حفزاتك باش تجي. وشنو هو المشروع؟ انا نشوفوا آلة قدامك ونحبوا نعرفوا المشروع وشنو هو باش يفيد الناس اللي تحب الرياضه، وخاصه الرياضيين المحترفين كان اللي يهمهم بزاف. نعم، هي 20 دقائق تاع الماشينه هذه هي ربع سوايع تاع الرياضه. هي تعود ربع سوايع تاع الرياضه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. هذه هي ربع سوايع تاع الرياضة. هي تعود ربع سوايع تاع الرياضة. نعم. كيفاه تمشي؟ هي عندها ديز إلكترود اللي نحطوهم في لي موسكل كامل، وعندك هذا الماشينه لي مسكل تاع الجسم كل راهم لهنا، ونقدر نزيد لانتونسيتي تاع هذيك لا ستيمولاسيون. تتحكمي في تحفيز العضل. بلا ما تورينا رانا نشوفوا الاله، راهي تبان، اشرحي لنا هكذا برك وحنا نشوفوا في. نعم تفضلي. هي انتيا لازم تلبس اون كومبينيزون اللي تتلبس من الفوق لتحت، عندها دي زيليكترود بارتو في كل بلاصه، لي بغا انا شفت القميص ولا الفيست اللي لبسوها متطوره جدا، فيها بزاف امور اللي تساعد الجسم باش يكون مرن ويتمرن باحسن طريقه. كيفاش تخدم هذه العمليه؟ هذه كيفاش تكون؟ كل واحد عنده البروغرام ديالو. لو كان تحب تنقص دهون عندك بروغرام، لو كان تحب تزيد في الميسكل عندك ان بروغرام، لو كان عندك مشكل في ظهرك ولا الألم الظهر والرقبة وما شابه. نعم التوندينيت أرتروز ينفعك بزاف. يستعملوهم لكيني أوسي. كل واحد عنده البروغرام على حسب، عنده برنامج خاص بالشيء اللي يحتاجه في الجسم تاعو. نعم. الآن احنا شفنا هذا مشروع واعد ودخلتي به لهنا، انت علاش خيرتي هذا النوع من المشاريع، المشاريع الرياضيه؟ يعني اي واحد يكون شركه يروح للشركه اللي فيها النقل، التوزيع، كل واحد عنده اهتمام، انت رحتي المجال الرياضي، وشنو الفائده نتاعك من خلال هذا المشروع؟ انا رياضه عندي 10 سنين وانا نشتي الرياضه وكلش، وعجبتني بزاف، وقلت فوالا انا كي تنفعني ليا نحب تنفع الناس كل سي بوغ سا. هذه من بين حنان جبتي حاجه مليحه، من بين الحلول اللي تساعد في جانب، احنا دائما نخمموا في الجوانب الاخرى اللي هي جانب الناس اللي تسهل عليهم الامور في حياتهم، هذه كذلك تسهل امور حياه الناس من الجانب الصحي، خاصه الان ما نشهده من هذه الازمات الصحيه بينها كورونا ومفاصل ولاغتروز وما شابه. هاوليك الحل عند حنان. حنان راح نتعرفوا عليها اكثر في
فيما بعد، لكن قبل هذا وراح نولي لك فيما بعد اسامه، لكن قبل هذا خلونا نشوفوا مادام تكلمنا على تطوير الشركات، كاين شركه ناشئه مهمتها ولا الحلول نتاعها هي تسيير مؤسسات بالطريقه الرقميه، رقمنه المؤسسات اللي مازالت تعمل بطريقه قديمه شويه، فهي تدخل الى هذه الشركات وتطورها من الجانب الصناعي الى الجانب الاجتماعي من خلال رقمنه هذه المؤسسات. نشوفوا نتعرفوا على هذه الشركه الناشئه في هذا الروبورتاج ونعود نوليو بقوا معنا. ويزيدو دونك الاسم جاي من اللغه الانجليزيه ويزيدو سلوغون تاعنا الشعار سي وي ميك ات ايزي، دونك هذا الاسم جاي خاطش لو بيت تاع الستارت اب تاعنا نفاسيليتي ونسهلو نسهلو لا جيستيون ولا نسهلو لا جيستيون تاع لي زونتربريز باش نساعدو لي زونتربريز باش يكبروا اكثر وينيميريزيو كاع لي بروسيسيس تاعهم. دونك على حسب الخبره تاع السيد، دونك انا ما حليتش ديريكتومون انتربريز، ما خرجتش من الجامعه، خدمت في الكونسلتينغ، دونك شاركت في لي لوجيسيال جيستيون مع دي مع شركات وطنيه مع دي جروبمون بترول دي جروبمون مع لي زيتونجي، درت دي ميسيون على الانترناسيونال، تعاملت مع خبراء من اوروبا من اسيا ومن امريكا تانيك، دونك تعلمت معاهم بزاف عفايس قبل ما نحل لونتربريز تاعي. دونك ليدي دونك في الجزائر دونك هذا الدومين شفت باللي ناقص وما كاش لي يمد لو سيرفيس، ما كاش شركه معروفه باللي تمد السيرفيس بيرفكت مع لي كليون. دونك من نجاتني ليدي علاش ما نحلش انتربريز، دونك نفيد لي زونتربريز ندير لهم لا جيستيون تاعهم، ندير لا نيميريزاسيون تاع قال لونتربريز، نرجع نوتوماتيزيو لي بروسيسيس تاعهم ونسهلو لا جيستيون، او ميم طون نخدم ايكيب لي دير لي عندها لو ميم في تاعي باش نحسنو دونك نفيدو البلاد، دونك سهلوا لا جيستيون تاع لي زونتربريز باش يكبروا، دونك لي زونتربريز كبار نعاونوهم باش يسهلوا لا جيستيون تاعهم يقدروا اكسبورتي ويقدروا يكبروا. دونك دونك دوكا اكتيالمون خدمنا مع بليزيور سيكتور، دونك بدينا ب 2019 كنا دي بيرسون، دونك بدينا دونك سوليسيون بور لي كلينيك، دونك لا جيستيون تاع المرضى الاطباء لي كونسلطاسيون العمليات لا فاكتوراسيون اوتوماتيك تخرج منا، ميم لي كوميسيون تاع لي ميدسان درنا سيستم باش يخرجهم اوتوماتيك. دونك هذا الكلينيك اللي بدينا معاها اوتوماتيزينا لها كلش وسهلنا لها لا جيستيون. دونك استراتيجي تاع كوميرسيال اللي ديناها سي الورد اوف ماوث، دونك هاد لي كليون كي خدمنا لهم سوليسيون شابه ودرنا لهم سيرفيس مليح هما اللي بروبوزونا لي كليون واحد اخرين. اذا كما شفتوا كان هذا الروبورتاج اللي تعرفنا عليه من خلال هذا الشاب اللي قدم حلول كثيره للمؤسسات ومنهم الى مؤسسات ربما عالميه اللي طلبت الخدمات نتاعو، هذا الشيء اللي خلاه يقدم قيمه مضافه حقيقيه واقعيه في على ارض الواقع. الان نعود نولي لك خير الدين، خير الدين كاين بزاف شباب مهمتهم الاولى هي ايجاد حلول، هل هذه هي المهمه الحقيقيه للشركه الناشئه والمؤسسه الناشئه ولا مؤسسة ناشئة تقدر تقدم قيمة مضافة بجوانب أخرى مش فقط تقديم حلول في المجتمع؟ نعم، هي دائما المؤسسة الناشئة يعني في الحاجة اللي تخليها تختلف على شركات أخرى أنها تأتي بحل إبداعي وحل لمشكل. إذا كل ما يكونوا كاينين مشاكل يعني هذه أرض خصبة للمؤسسة الناشئة أنهم ينشئوا. أكيد يعني هنالك مراحل، يعني كما في الجزائر إحنا رانا في المرحلة الأولى هذا وين بدينا، دونك كاين مشاكل بزاف رانا نحاولوا أننا نلقاو لهم حلول عن طريق مؤسسات ناشئة نديرهم، بعد ذلك راح كما نقولوا يكونوا كاين حلول
الحلول للحلول السابقة، لأنه دائما كي تلقى حل بطبيعة الحال يخرجوا لك مشاكل أخرى وتلقى لهم، وهذا هو المجال التطوير والبحث. كاين بلدان يعني من شدة أنهم خلاص لهم المشاكل ولو هما يكريوا المشاكل باش احنا رانا في الجزائر في المهم احنا رانا في الجزائر في مرحلة البداية، المشاكل راهي كثيرة وهذه المشاكل يمكن أن نجد لها حلول، ولكن يعني المشاكل يعني اللي تحلهم المؤسسة الناشئة أكيد عندها معايير، يعني ليس كل المشاكل يمكن أن تحلها مؤسسة ناشئة قابل من طرف مؤسسة ناشئة. هنالك أربع معايير نقدروا نطلقهم على مشكل باش نشوفوا أسكو يمكن له أن يكون مؤسسة ناشئة ولا. أولا المشكل لازم يكون متكرر، يصرى بزاف، دونك ما يصرىش خطرة في الشهر ولا خطرة في العام، دونك راه يصرى كل يوم دائم. حاجة ثانية لازم يكون يمس فئة كبيرة من الناس، دونك الفئة المستهدفة تاعك راهي كبيرة، ماهيش محصورة بين زوج ثلاثة ولا خمسة، دونك كاينة فئة كبيرة. النقطة الثالثة انه يكون يسبب نسبة ألم، يكون يديرونجي، تقلق، تكسر خسارة تاع دراهم، دونك كل ما يكون في هذ ثلاث معايير كل ما يكون مليح المشكل يعني مليح تقدر دير منه مؤسسة ناشئة. ويقول لك المعيار الرابع والمهم واللي يساعد بزاف لي بورتور دو بروجي ولا حاملي افكار المؤسسات الناشئة، انه هذاك المشكل راه عايشه هو، راه حاس به. يعني كل ما تحس بهذاك المشكل كل ما راك راح تلقى له الحل الامثل. هذو هما اربع معايير اللي كاين في الكتاب لين ستارت اب، يقدر اي واحد يطالع على الكتاب باش يعرف هذه الامور. وما بطبيعه الحال نبداو نصغروا نروحوا للفئه المستهدفه، كاين بعض المشاكل كي تشوفهم باللي مشكل كبير، مشكل تاع دوله تحب تعالجوه لازم تصغروا دير له فئه مستهدفه، ديروا في ولايه معينه او بلديه معينه او فئه معينه وتحاول انك تلقى لهم الحلول. الحلول كاين حلول يعني كبيره اللي ديرهم دوله، كاين حلول اللي ديرهم جمعيه، كاين حلول اللي ديرهم مؤسسه. المؤسسه الناشئه تجيب بفكره ابتكاريه ابداعيه لحل هذا المشكل، وهذا الشيء اللي يخليها تنمو بسرعه. كما قلنا المؤسسه الناشئه تختلف في نقطتين، الابداع عندها فيه فكره ابداعيه، وثانيا نسبه النمو. نسبه النمو تجي من هذا الامر، لانه تحل مشكل وهذا المشكل كي ينحل يعني الناس مستعده انه تدفع ثمن تخلص دراهم على جل الحل لهذا المشكل. اذا كخلاصه الجزائر فيها مشاكل، والمشاكل هذو دي زوبورتونيتي، هما فرص نقدروا نديروا آلاف المؤسسات الناشئة بالعقل بالعقل إن شاء الله. البنية كما قلوا بيئة الأعمال في الجزائر، هذا هو السؤال اللي راح يجي فيما بعد، هي بيئة الأعمال اللي نشوفها أنها مساعدة لتطور هذه الشركات الناشئة. لكن قبل هذا خير الدين، فكرة ابقاء مؤسسه ناشئه قائمه، لانه تقريبا كاين بزاف مؤسسات، كاين ناس حاملين لافكار ومشاريع وما نجحوش. تقريبا سؤال كبير، ما هو سبب عدم نجاح هذه الشركات الناشئه او عدم نجاح هذه المشاريع في حد ذاتها؟ وانتم اللي مطلعين كثير على هذه المشاريع والافكار اللي تجيكم للحاضنه. نعم، هي المؤسسات الناشئه فيها مخاطره كبيره على مستوى العالم. كاين احصائيات تقول بانه نسبه نجاح المؤسسات الناشئه اللي هي 10%، في الجزائر راني نشوف فيها بلي راهي تجاوز كثير. علاش؟ لانه الارض خصبه، وكاين كما نقولوا كاين حلول كثيره مازال ما جاوش، دونك كي دير الحل تمشى لك. الاسباب فشل المؤسسات الناشئه هي كاين ما يقارب 10، ولكن كاين مشكلين اساسيين اللي يخلي هذه المشكله الناشئه تفشل، اللي هو تيم اند تايم، يعني التيم الفريق العمل اللي هو مهم جدا من بين اسباب نجاح المؤسسه الناشئه، والتوقيت تايم. كاين عده مؤسسات ناشئه هذا هو الوقت تاعهم اللي لونسيهم، دونك كاين بزوان كبير كما كلوك مثلا اللي تعالج مشكل في مجال التعليم مهم جدا. كاين مؤسسات ناشئه ولا افكار تاع مؤسسات ناشئه ماهوش التوقيت مناسب تاعهم، اللي كما تحدثنا كاين مرتبطين بالاي بايمنت بالدفع الالكتروني، اذا لا يمكن لها ان تعمل او تخرج للسوق الا اذا كان هنالك الدفع الالكتروني متوفر بشكل واسع. هذا عنده علاقه بالبنوك وعمل البنوك وطريقه عمل البنوك اللي ما تسهلش نظن هذه العمليه، عمليه الاي بايمنت. نعم، هي تتطلب رقمنه البنوك اللي ناملوا انه يعني مع الوقت البنوك تكون كلها مرقمنه، وهي اللي كما نقولوا تسهل عمليات الدفع الالكتروني ان شاء الله. احنا دائما نعيشوا بالامل، لي زونتربرونور ولا المقاولين ولا خاصه اصحاب مؤسسات ناشئه عندهم هذه الخصله زياده، انه الامل عنده اسبوار، عنده امل انه قادر تكون افضل، وهذا اللي تخليه انه يزيد. ما لو كان لونسا ستارت اب وفشلت له يحاول المره الثانيه المره الثالثه حتى ينجح. هذه ما يسمى اللي قلتها في البدايه الطيحه والنوضه، وان شاء الله في الختام هي نوضه كبيره ان شاء الله. إن شاء الله كل
المشاريع وكل الشركات الناشئة. الآن الهاجس تاع المؤسسة الناشئة هو تموين المشاريع، تمويل المشاريع، منين يجيبوا دراهم باللغة العامية باش يمشيوا آلة أو عجلة الشركة الناشئة. وهذا راح نروحوا الآن إلى أسامة. أسامة أنت تقدر تقول لنا، لأنه أنت مدير تجاري ومختص هذا هو الخدمة تاعك في فلومبو سوفت، هي شركة ناشئة، كيفاش يتم عملية تمويل هذه المؤسسة الناشئة وتمويل المشروع في حد ذاته اللي هو كلوك، اللي نظن أنه فعال ومفيد جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. كلوك فلومبو سوفت كما سبق أن ذكر سيد سفيان بوشعالة هي مكتب دراسات في الإعلام الآلي وتطوير الحلول الرقمية. إذن احنا كنا فريق يعمل الاختصاص تاعنا تطوير الحلول الرقمية، وكملنا حنايا درنا البروجي كلوك، مشروع كلوك. مشروع كلوك كنا نتحدثوا على التمويل تاعو، التمويل كان ذاتي بما اننا حنايا عندنا الزبائن تاعنا اللي نخدموا لهم الحلول، نديروا لهم حلول رقميه اللي عندهم مشاكل في هذا المجال. كنا يعني نديروا تمويل ذاتي من طرف المشاريع اللي كنا نعملوا عليهم في نفس الوقت. واجهنا صعوبات كثيره بما انه خاصه في السنتين الماضيتين مع جائحه كورونا. ورغم ذلك الحمد لله قدرنا لو اكيد سيد بوشعالة يتكل عليك بزاف في هذا المجال، المجال التجاري. لكن يبقى السؤال دائما، علاش شباب اللي موجودين في شركات ناشئه، اللي عندهم شركه ناشئه، ما يروحوش يحاولوا انهم يرفضوا الباجاج تاعهم، الفكره تاعهم، ويقنعوا بها اصحاب المؤسسه الكبيره، ما يسمى بالبيتشينج، يعني نروح نحاول اني نقنع مؤسسه كبيره باش تعطيني دراهمها وندير بهم واش نحب. كيما قال كاين الانجلز، كيفاش الكلمه؟ بزنس انجلز، اللي مع الاول هما قال لك الثلاث اف، العائله تاعنا واصدقائنا واصحابنا اللي خاطروا معنا. لكن حاولوا انه نروحوا قيسوا اكبر شريحه من المؤسسات الكبيره بالنسبه لتمويل المشاريع. علاش ما عندناش هذه الفكره هذه عند الشباب تاعنا؟ هي كاين عده افكار لتمويل المشاريع الناشئه. كاين فكره تمويل، لانه احنا في المسار تاعنا في انشاء التحول الى مؤسسه ناشئه، احنا اكتشفنا الوكالة الخاصة بتمويل المؤسسات الناشئة، اتصلنا بهم واستقبلونا وتحدثنا مع الإطارات الوكالة وعرضنا عليهم المشروع تاعنا ورحبوا به كثير، وعطاونا يسمى الملف اللي نحن نوجدوه باش نقدروا نبريزونتيو المشروع تاعنا. هذا الحل الاول يعني اللي يقدر اي ستارت اب تقدم. الحل الثاني هو البيتشينغ، البيتش مع لي غروند المؤسسات الكبيره. هو يبقى حل ثاني، ولكن باش تقدر دير لو بيتش مع المؤسسات الكبيره لازم يكون تقدم، يعني يقدر يكون في مستوى من التطوير تاعه، مستوى في التطوير. يعني ما تقدرش تتقدم بفكره فقط تبيتشي بها، استادير تقدر ما بار كونتر كي تروح بالفكره مجسده واجده كلش هو يقدر يحط دراهم، واكثر واكثر تقدر تكون مجربه، اللي هي المرحله اللي رانا فيها احنا. الله يبارك. نروح مباشره للسيد بوشعالة. الان الفكره مليحه انه لو بيتشينغ والناس تروح تحاول انها تجيب دراهم منا ومنا باش تمول المشروع نتاعها. كاين ناس تمشي معك، كاين ناس ما تمشيش معك. فكره إشهار احنا مازلنا نعرفوا انه يعتمدوا على وسائل التواصل الاجتماعي، حطها في فيسبوك ولا في يوتيوب يعرفها، لانه بالنسبه له مجانيه. علاش ما نحاولوش خلق بيجي ولا ما يسمى بميزانيه، حتى واذا كانت صغيره بالنسبه للإشهار، ولا حاجه كبيره عليكم انتم الإشهار خاصه بالنسبه للتلفزيون والإذاعة؟ بالنسبه للإشهار احنايا فيما يخص هو الإشهار بصفة عامة يتطلب ميزانية كبيرة جدا.
سا ديبون المشاريع. كل مشروع عنده خصائص. احنا كيما المشروع تاع كلوك هو مشروع مجاني يعتمد على الجمهور، يعني احنا الهدف تاعنا هو يعني باش يكون التطبيق عند اكبر عدد من من يعني من المستعملين. التحميل تاعو يعني نعم، يعني العمل تاعنا متركز على عدد المستعملين. في هذه الحاله لازم عمليه اشهار كبيره جدا، وهذا يتطلب ميزانيه كبيره. هكذا حنايا اليوم رانا في على اتصال مع 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 رجال اعمال اللي تلاقيناهم في الصالون، صالون الانتاج الوطني، ورانا على اتصال معهم ان شاء الله في اطار رعايه الاطلاق الرسمي للمشروع ان شاء الله. على فكره، على ذكر الصالونات والمقابلات والمنافسات، نظن انكم شاركتوا. اولا هل تشوف فيها فايده هذه اللقاءات هذه خاصه؟ نعم. الصالونات بالنسبه للمنافسات هل هي مفيدة؟ يعني انتم تحصلتوا على الجائزة الأولى في آخر منافسة اللي راح تكلمنا عليها، وش من الفايدة انتها بالنسبة لكم انتم كشركة ناشئة وكمشروع جديد ومفيد وفعال؟ الفائدة أصلا احنا لما الإنسان لما يشارك في هذه التظاهرات راح يتعرف بناس، ربما راح يتعرف بإطارات سامية، بأساتذة جامعيين، بروفيسورات، وهذا يساهم في إثراء المعلومات. أيضا لما المشروع يفوز بجائزة، نعم، حتى إذا كانت رمزية معليش، حنايا خذينا المرتبة الأولى الحمد لله. هذا رايح يزيد في المصداقية المشروع، لأنه ماشي أي واحد اللي راح يقيم المشروع، هما أساتذة جامعيين في مصداقية المشروع، وهذا مهم جدا. وتظاهرات كما هذه مهمة، لأن ماشي غير الإنسان اللي يفوز بالجائزة اللي نجح، حتى الإنسان اللي عنده مشروع بسيط هو نجح، لأنه فقط المشاركة هي مهمة جدا في إثراء إنجاح المشروع والتطبيق اللي مطلوب من كل واحد يسمع بتطبيق كلوك أنه يحمله ويتعرف عليه، ويحاول أنه منهم سيد بوشعلاء أنه يتجاوز أي ملاحظة، لأنه احنا في عادة ما نتعرفوا على الملاحظات اللي تحبط الإنسان تخليه ما يتقدمش. أنا نطلب من سيد بوشعلاء أنه يتجاوز كل انتقاد اللي تحصل عليه التطبيق، لأنه هذا هو العمل الفعال. احنا عاد نولي لك بعد ما نروح الحنان. حنان، كنا احنا قبل تسجيل البرنامج كان سيد بوشعلاء سألك هل هناك امكانيه، كاين امكانيه انه هذه الاله هذه ما نجيبوهاش من الخارج، نصنعوها نخدموها هنا في الجزائر، هل هي سهله؟ ويكون انت ما بدك انت داخله في عالم البيزنس كونسلتنج وما شابه، تعرفي السوق الجزائريه بالنسبه لهذه الاله واش تحتاج واش ما تحتاج، واش تقدري تقولي لنا هل ممكن انه نصنعوا هذه الاله هنا في الجزائر؟ أنا مدابية يصنعوا هذه التكنولوجيا جديدة هنا في الجزائر، مدابية لازم يدرسوها مليح، باسكو علشان السيستم ديالها انترن شوية معقد. وي، وعرفوا كيف يستعملوه باش يكون شوية صعيب باش نزيدوا نديرو. داروه ديجا في الصين، في الصين. بصح ما كانش فعال، ما كانش ناجح. مادام نشوفوا احنا شباب، مادام انت شابه جزائريه خليتي كلش موراك في دول الخليج وجيتي للجزائر وغامرتي بالتمويل الخاص تاعك لانجاح هذا المشروع اللي هو يتطلب كثير من الصبر، لانه الناس التعامل مع التكنولوجيا اصبح سهل. ما تشوفيش انه الشباب الجزائري قادر انه يصنع هذه الاله ويخليها في المجتمع الجزائري؟ احنا عشنا في الخارج وزدنا في الخارج وتربينا في الخارج، ما قلبنا دائما في الجزائر، ونشوفوا باللي احنا اللي قدرنا عليه، ونشوفوا مام سبحان الله مام تشوف في الشركات اللي كنا نخدموا فيهم في فرنسا ولا في دبي ابو دبي، سبحان الله الجزائريين دائما عندهم حاجه شويه خاصه وعندهم تحدي، يحبوا يتحداوا باش ينجحوا. انا نحب نقول باللي احنا
قادرين انه نديروا نديروا يس ويكند يس ويكند ماشي ويكند ذا ويكند يس ويكند. احنا عندنا لك حنان دائما على بالك كما قلت لكم صبروا شويه على حنان غيتسي تركب الجمله صحيحه باش تلحق لنا الرساله. يعطيك الصحه على هذا المجهود وبارك الله فيك على هذا المشروع. عندي حاجه نكملها تفضلي لي فريمون عندها ان انتيغي كبير الجزائريين. شفت باللي لي زاتليت دو او نيفو كيف تعيطوا لهم رياضيين من مستوى عالي نعم فوتبولور اند بالور تاع لي زيكيب ناسيونال هذه عندها ان انتيغي كبير عندها ان بروغرام تاع لا ريكوبيراسيون اي لا بريباراسيون فيزيك التحضير الجسدي و الاسترجاع في حاله ما اذا كان الرياضي مصاب يعني يكون بليسي مصاب هكذا و جوستومون قبل ما يكون بليسي ان شاء الله هذه تساعدوا بزاف pour éviter les blessures. معليش احنا فقط انا حبينا نعرفوا الناس لما يجوا يحوسوا على نتيجه سريعه يعني بالنسبه للمشروع واش يقولوا لك لما يخرجوا من عندك خاصه اللي يجوا بالمشاكل الصحيه في الظهر ولا في وسمو كيفاش يخرجوا واش يقولوا لك عاده؟ كي جبت هذه التكنولوجيا هنا في الجزائر جبتها على الرياضه. كنت عارفه باللي تساعد بزاف على لي تاندينيت لارتروز مي ما حطيتهاش فريمون في بالي. كي شفت بعد 3 سيونس ولا ربعه الناس يجيوني يقولوا لي حنان يعطيك الصحه ندعيو لك ما عنديش مشاكل خلاص سي فيني. دونك هذه عجبتني بزاف. الان راح نشوفوا ما دام احنا تكلمنا على العوده الى الجزائر من خلال حبنا لهذه البلاد راح نتعرفوا على هذا البورتري لواحد من الجزائريين اللي حياته كلها تقريبا بعد ما تخرج من الجامعه الجزائريه عاش في الولايات المتحدة في بريطانيا في السعودية في تركيا في كل مكان واشتغل في أكبر البنوك العالمية وجاب الخبرة وحب يكون بها أبناء الجزائر. راح نكتشفوه في هذا البورتري في برنامج ستارت اب قوم معنا. شرفتونا في بيت ألجيريا مارت. معكم محمد قرجاج من مواليد سنة 70 خريج جامعة الخروبة تخصص اقتصاد تسيير. دخلت غيرت تخصص هناك دخلت في مجال الإعلام الآلي وكذلك خاصة الشبكات. يعني الحمد لله صرت يعني من أكبر المتخصصين في مجال الشبكات يعني أنا اكسبرت في نتوركينج. يعني خلصت دراسة ماجستير في جامعة من أكبر الجامعات في نيوجيرسي نيويورك هي مدينة هوبوكن. بعدها كذلك يعني في نفس الوقت كنت نشتغل مع أكبر شركات في العالم. ما شيء مهم جدا الآن أنه فرصة ندخل للجزائر مرة ثانية نرجع للجزائر وعرفنا أنه الجزائر الآن محتاجة خاصة الجزائر الجديدة محتاجة إلى طاقات أبنائها محتاجة إلى كل الخبرات وكل الشباب الذي أصلا يعني ما نستطيعش ننسى خير البلد لأنه في تكوينها لنا أنه صراحة حسينا بهذه الثمرة لما بدينا نتجول من بلد البلد بحكم يعني التجربة تجولت يعني في أكثر من 12 بلد تلقينا تدريبات وتلقينا عملنا مشاريع في الهند في إيطاليا في بريطانيا في كل بلدان الخليج خلتنا يعني ناخذ خبرة كبيرة وفي نفس الوقت البلد في حاجة إلى ولو نبني يعني جزء صغير جدا وخاصة هذا الشيء اللي بالدرجة الأولى حبينا نشوف كيف نوصله إلى الطاقات الجديدة. بناء على التخصص تاعي تنتجريت في ألجيريا مارت وطنك تكنيكال بيزنس أناليست. خدمة تاعي وش كانت؟ كانت أني ناصيري أنه البلاتفورم تكون لايف طول طن ما تطيحش أون بان اي أو ميم طن ندير لي زاميليوراسيون نيسيسار للبلاتفورم. هذه دون بارتي. دوطخ بارتي الخدمة تاعي كانت اني نسي نجيب ونسي نكونستروي اونيكيب فيكو احنا شركة غير كيما بدينا. تسمى كنا في البداية مجموعة اشخاص حبينا نبنو فريق متكامل ولقينا انه افضل طريقة باش تبني ايكيب هي انك تجيب فريق وتعلمه باش هكا نهار اللي تانتيغرا معاك اوطونك خدام راح يلقى روحه وما راحش تجيه ديفيسيل باش يتانتيغرا في ليكيب وميم راح يكون يميتريسي لي كونسيبت دو بيزنس اللي نخدمو بهم. سي بور سا
طبعا رحت توجهت مباشره طلبه المدرسه الوطنيه العليا للاعلام الالي لانه السمعه تاعهم معروفه. وين خيرنا مجموعه تاع لي ستاجير، حطينا انونس، تقدموا لنا مجموعه تاع لي ستاجير. طبعا جوزنا معاهم دي زونتروتيان خفاف، نشوفوا الاهتمامات تاعهم، واش حابين واش مش حابين، اي دومين حابين يدخلوا ليه. سيرون هاد لي زونتروتيان لي خفاف قدرنا نكونستروايزيو اون ايكيب لي بوتيتغ راهم جازو قبلي كي سون assez professionnels. إذن كما شفتوا كان هذا سيد محمد قرجاج اللي حياته كلها قضاها في الخارج. الآن نعود نولي إلى خير الدين. خير الدين، هل بيئة الأعمال تساعد شركة ناشئة على النهوض والبقاء؟ وبالنسبة للصندوق، صندوق تمويل الشركات الناشئة أو المشاريع لشركات ناشئة، فاهمين الشباب اللي عندهم حاملين الأفكار باش يلحقوا لهذا الصندوق ويتم تمويل مشاريعهم؟ نشكرك يعني عاودت وليت للنقطة باسكو كنت حاب نحكي على التمويل في الجزائر. هي بيئة الأعمال يعني باش تكون بالشكل المليح يلزم تكون كاينه رقمنه في جميع القطاعات، يلزم تكون كاين دفع إلكتروني، يلزم تكونش كاينه بيروقراطية. يعني هذه الامورات اللي ناقصه نوعا ما في الجزائر، ولكن راهي في الاطار انا نسنو فيها وقتاش تكون باش تكون يعني ارضيه خصبه اللي تخلي عده مؤسسات ناشئه انها تنشا. لانه كاين مؤسسه ناشئه راهي تنشا في ظل يعني الظروف، رغم الظروف اللي كاينه مي كاين بزاف مؤسسات ناشئه راهي تنشا، وكاين اللي استقبلتوهم هنا في الحصه. ولو كان يعني تزيد تحسن بيئه الاعمال اكثر، هذا اللي يزيد يشجع اكثر حتى يعني الجاليه في الخارج انها تزيد تستثمر هنا، لانه يعني ارض خصبه الجزائر تقدر تدير فيها يعني الالاف من 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 المؤسسات الناشئه. نحن في البدايه، اليات تمويل المؤسسات الناشئه يعني قليله في الجزائر. اكيد يعني افضل طريقه لتمويل المؤسسات الناشئه بعد الـ 3F، بعد التمويل الشخصي يعني البيزنس انجل، او بطريقه اخرى صناديق الاستثمار اللي تعتمد على راس مال المخاطر. وزاره المؤسسات الناشئه ومشكورين على العمل اللي قاموا به، اسسوا صندوق لتمويل مؤسسه الجيريا ستارت اب فاند ليمول المؤسسات الناشئه والمشاريع المبتكره الحاصله على علامه. الان نروح للسيد بوشعلا، لو كان نقدروا نشوفوا مروان فقط، نشوفوا التطبيق نتعرفوا عليه شويه من خلال هاتف لها التطبيق، كيفاش يخدم؟ فهمنا كيفاش وكي يدخلوا الناس واش يلقى. إذن التطبيق أولا عندنا فيه دروس على شكل مسار لعبة، إذن التلميذ هنا رايح يشوف البرنامج كامل قدامه هكذا، ومن بعد الدروس تكون على شكل مسار لعبة كما الألعاب اللي نعرفوهم، يلعب يربح نقاط، يربح نجوم. يكون فكرة جزئية تاع الدرس متبوعة بمجموعة من الأسئلة اللي جاوب عليهم التلميذ عن طريق مجموعة من الأسئلة افيك ان كونط ا ريبور بالفترة الزمنية للإجابة على السؤال. نعم، ثم يمكنه الاطلاع على الإجابات الصحيحة باش جوستومون هو كي يلعب كثير راح يحفظ الإجابات، وهذا هو المطلوب. كلوك، تسمية كلوك، شكون نسمها كلوك وربطتوها مباشرة بالوقت يعني بالتيك تاك تاع الساعة؟ هي كلوك هي اختصار لجملة بالإنجليزية Community Learning Online Challenges، يعني الدراسة في مجتمع عبر الانترنت مع تحديات. هذه ترجمه حرفيه؟ ترجمه حرفيه. ترجمه حرفيه. بارك الله فيك سيد مشعل هنعم وليك. حنان، المرحله اللي راح تروح لها المره الجايه بالنسبه لهذا المشروع؟ انا حبيت تكون هذه الفكره جديده في كل ولايات. وكي سمعت البروجي ديالو قلت وعلى لي يخرجوا من لونيفرسيتي يحبوا رياضه وكلش ما نساعدوهمش في دي نوفو بروجي. تيباس ستارت اب داي انا حضرت في الطبعه الاولى وكانت مهمه جدا. انا ما هم انا الشيء اللي اثار انتباهي هو حضور النوادي اللي تهتم بالمقاولاتيه للمانجمنت، مناجر المستقبل، مناجر اليوم. وكانت فكره شابه مليحه بزاف يعني بالنسبه للشركات الناشئه انها تلتقي وفيها محاضرات من ناس مختصين وناس يعني اختصاصهم كبير وخبرتهم كبيره في هذا المجال. تقدر تحكي لنا على الطبعه الجايه؟ يعني نحن كحاضنه اعمال من بين مهامنا هي المساهمه في تحسين بيئه الاعمال،
وباش نساهموا في تحسين بيئه الاعمال لازم نصحوا المفاهيم، يلزم نخلقوا الاحتكاك، يلزم نديروا تظاهرات. من بين اهم التظاهرات اللي قمنا بها اللي هي تيبازا ستارت اب داي اللي كانت يعني اندارت على مستوى قليعه، بلديه قليعه في ولايه تيبازا، اللي كان الهدف منها هو خلق احتكاك بين الطلبة الجامعيين، بالأخص يعني طلبة المركز الجامعي لتيبازا والمدارس العليا بالقليعة، خاصة أيضا مراكز التكوين المهني، ندخلوا احتكاك بين هذه الطلبة وبين المحترفين ولا أصحاب مؤسسات الناشئة، الناس اللي راهم في عالم المقابلاتية اللي نجحوا من قبل، اللي باش يقدروا أنهم يحسسوهم باللي ممكن أنك تقدر تطلق مؤسسة، راهم يخدموا، راهم يديروا يعني نشاطات ما شاء الله. كلهم احنا نشوفوا فيهم يعني كلي فئه مستهدفه تاعنا، يعني دي فيوتور انتربرينور، يعني راح يكونوا رائدين اعمال، راح ياسسوا مؤسساتهم مشاريعهم، لانهم في نواديهم العلميه او في الجمعيات اللي كانوا فيها قدروا انهم يحلوا مشاكلهم بطريقه يعني تطوعيه، والحمد لله يعني خرجت ناجحه 100%. ورانا نحضروا الطبعه الثانيه اللي راح تكون في جوان القادم ان شاء الله. مشروعك الجاي هو فيديو تعليمي بالنسبة للناس، ولا تثقيفي ولا تفسيري بالنسبة للناس اللي حابين يدخلوا عالم المقاولاتية والشركات الناشئة، راح نتكلم عليه فيما بعد. نروح لخير الدين سفيان. الآن مشروعكم الجاي كلوك راهو يمشي الآن، وعلى بالي ما راهوش حاجة سهلة ولازم تخلوه واقف على رجليه بالتزامن، يعني ما تقولوش حابسين في مشروع واحد. وش راهي دير شركتكم فلومبو سوفت، شركة ناشئة، بالتزامن مع هذا المشروع؟ عندنا مشروع آخر اللي ممكن ما نقدرش نتحدثوا عليه اليوم. نعم، عندنا مشروع آخر اللي هو في حالة ثبات، اللي خدمنا عليه ثاني منذ أكثر من سنة، ورايح يكون ربما الاهتمام به رايح يكون أكثر لما إن شاء الله. يعطيكم صحة سفيان بوشاع على صاحب مشروع كلوك على الحضور، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في مشاريعكم. أسامة موساوي بارك الله فيك، مدير تجاري لشركة الناشئة فلومبو سوفت، نتمنى لكم التوفيق. حنان صولا صاحبة المشروع الرياضي آكيو 8 ولا آكيو 8 ولا 8، المهم نتمنى لك التوفيق إن شاء الله. خير الدين بوشاع على بارك الله فيك، راح نتكلموا في المره الجايه ونتعرفوا اكثر على قناه اليوتيوب والفكره المليحه اللي هي تعريف الشباب، صناعه المحتوى الهادف، صناعه المحتوى، المحتوى الفعال اللي محتاجه لكل شاب جزائري خاصه في عالم المقاولات. كان هذا عدد اليوم من برنامج ستارت اب عبر قناه الاخباريه للتلفزيون الجزائري، نتلاقوا بكم في العدد الجاي. كان على راس العمليه كلها مروان فروح في الاخراج، نشكر كل الفرقه التقنيه اللي نتعاملوا معها كل مره. كان معكم عماد سعد في تقديم البرنامج، نتلاقوا بكم في العدد الجاي، كونوا معنا، سنكون معكم، إلى اللقاء.